مرحبا، معكم أنس عساف من يلا موتور، واليوم احنا بالإطلاق الرسمي لسيارة رينو دستر 2019 الجديدة كليا هون في الأردن وخصيصا في البتراء. تعتبر سيارة رينو دستر احدى سيارات الاس يو في متوسط الحجم ذات السعر المناسب، والتي تم إطلاقها في عام 2010، ويطلق عليها اسماء اسم داسي دستر في بعض المناطق في العالم. ومن فترة انطلاقها مر عليها اكثر من مرحلة من التعديلات، خصيصا في عام 2013 حيث تم تغيير شكلها بالكامل، وصولا الى الجيل الثاني اللي احنا فيه حاليا ب 2019، بحيث تم تغيير الشكل الكامل الكامل من مصابيح اماميه من عند المصابيح الاماميه لحتى اخر السياره. وزي ما انتم شايفين التصميم جديد بالكامل، تم تغيير الواجهه الاماميه بالكامل، اضافه الكروم بشكل مختلف عن الطراز السابق، واضافه المصابيح الليد على المصابيح عند المصابيح الاماميه داخلها على شكل حرف سي. تم تبني جنوط بقياس 17 انش، ومن الجوانب تم رفع خط الشبابيك بحيث صار الشكل اكثر ديناميكي، والشكل اصبح بشكل عام اكثر شبابي وعصري. وبالنسبه للتصميم الخلفي للسياره، تم تغيير كمان الشكل الكامل بحيث صارت السياره اكثر ماسكولر، اكثر عضليه. تم تغيير المصابيح الخلفيه بشكل اصبح مربع عن الطراز السابق الذي كان مستطيل الشكل، وتم تجهيزها بصدام خلفي بحيث اعطى طابع قوي للطرق الوعره. وكما انتم شايفين في ارتفاع واضح من الخلف بساعد على القياده بالطرق الوعره. وبشكل عام اصبح التصميم اكثر عصري واكثر رياضي ومناسب للفئه الشابه بشكل خاص. وكما واضح بالمقصورة، تم تغيير المقصورة بشكل كامل بحيث أصبحت أكثر عصرية. تم إضافة شاشة بقياس 8 إنش، تم تغيير المقود بشكل كامل، التابلو تم تغييره، المقاعد صارت أكثر راحة، والمقصورة صارت أكثر اتساعا، ومساحة التخزين من خلف كما زادت مقدار 20%، ومقدار الضوضاء الخارجي من المحرك والشوارع الخارجية قلت بنسبة 50%. وبالنسبة للتجهيزات الداخلية لسيارة رينو دستر 2019، تم تجهيزها بشاشة بقياس 8 إنش متعدد الاستخدام، وتم تجهيزها أيضا بمقود إلكتروني، تحكم إلكتروني، بحيث أصبحت القيادة جدا سهلة وسلسة عن الطراز السابق. وتم تجهيزها أيضا بشاشة في عند العدادات، شاشة رقمية بحيث تعرض كل معلومات السيارة التي تريد بتحتاجها. تم تجهيزها أيضا بمثبت سرعة ومحدد سرعة. والسيارة اللي معنا احنا اليوم هي سيارة دفع رباعي، بإمكانك انت تختارها بتحط الوضعية بين الدفع الرباعي والدفع الأمامي، وبتقدر في خاصية انك تسكر الديفرنشال لوك الخلفي للسيارة.